رحمه الله تعالى وبركاته، بعض الاخوات وبعض الاخوان طرقوا غير باش تكملين الموضوع ديال المري، ديال الثقافه ديال المري، كيفاش تاديو للظالمين السحره المشعوذين والكاهنات، تاديو الناس بالثقاف، لان الثقاف هذا الثمن ديالو واحد 15 درهم راس المال ديالو. يعني مري تصويره تتقرا عليه تخرج مصير ديال الانسان، تضيع مصير ديال الانسان، تضيع مصير الانسان من زواج، تضيع مصير الانسان توقف لي حانوت، تضيع مصير الانسان توقف لي اعمال، تضيع مصير الانسان توقف الانجاب، تضيع مصير الانسان توقف ما تبقاش يتزوج، مشى حامل الزواج، انسان رجع الخطاب ورجع مابقاش حامل تزوج، تبقى مسكينه. كاين تنعرف البنات اللي واصله دابا 50 عام و 60 عام وباقا بنت، يعني باقا عذراء. شنو المصير ديالها؟ واشنو الدم ديالها اللي غتغير الحياه ديالها وحياتها مال الدنيا؟ خاص ما تغيرش المصير ديال الانسان. فهاد الثقاف اليوم ارتأيت باش نبين لكم حقيقه الثقاف ونزيد نكمل تتمه ديال الفيديو. الثقاف هو داك المري، قلنا الصوره ديالكم تيديروها تيبقى يقرا عليهم هذاك الساحر وديك الكهانه، تتسد هذاك المري. كاين واحد المري واحد تيكون لاصق في هذا الغطاء هذا تيتسد بوحدو، وكاين واحد المري تيسدو هذاك الكاهن. وفين اغلبيه فين تيدفن؟ اغلبيه بحال هاد المري تيدفن، وكاين المري الاخر تيطم هذاك الظالم هذاك الساحر المنتقي من عنده. الا ما تفكش هذاك المري عمر ذاك السيد ذاك السيد ما يشوف النار البيض، او ولا يتفك من طرف شيخ ولا شي فقيه يكون تيخاف الله ويتقي الله وعنده علم. راه خوتي خاف الله ويتقي الله ما عندوش علم راه ما يفكش، ولا عنده علم وما تيخافش الله راه ما يفكش. يعني جوج بجوج طرقات، خاص الطريق اللي خاصو خاص يتقى الله يكون عنده علم. ولا ما تلاقيش ماشي شيخ وماشي فقيه وبقى داك المري مطموم، واخا كما كان النوع ديالك او كما كانت الرتبه ديالك او كما كان راس المال ديالك والمال ديالك وكما كان تكون مسيطر على جميع مناحي الحياه، عمرك ما غادي تفك الا ما تفكش داك المري. لان ملي تدار الصوره ديالك وتتسد لك داك المري صافي تتقف، دائما تبقى مثقف في داك المري، تدور في ظلام. واش نقول ابطال داك المري وداك العمل هو يتفك داك المري. لهذا تنصح الناس اللي بقات تصاب شي مري وخرى انه ما ديالوش طاح في يده بامر الله انه يفكو وانه يتصل بي، او ولا ما بقيت انا في الحياه توفاني الله او ما صارش كيفاش يتصل بيا ولا الله اعلم ولا المهم الدنيا هذه. تكن الناس الصالحين اتصل بهم وريهم كيفاش يبطلوا هذاك الشيء باذن الله. وانا في المواضيع الاخرين ان شاء الله غنطرق كيفاش تبطل هذا الشيء ان شاء الله باذن الله. ورانا قلت في الفيديوهات السابقين قلت اكثر الصور اللي تبطلوا السحر كاين صورة الكرسي بالفرد 21 مرة، كاين صورة الدخان وبدا توصل ربنا كشف ان العذاب ان مؤمن تتكرس بعض المرات، وكاين صورة قاف، كاين الحاقة، كاين الطور، كاين البروج، كاين الاحقاف، كاين الآية وذا وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم الى اخر الايه. وكاين ثاني واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمع القران فلما حضروا قال نسيت الاخر الايه. وكاين الطريق، كاين الفلق، تبقى تكرر النفاثات في العقاد، كاين الاذان تاذن سبع المرات وتقيم الصلاه سبع المرات، كاين ثم تشد واحد الماء تدير فيه الملح للملح حجر نوصي بكم هو الملح حجر. لأنه هو الملح، ذكرنا الملح راه ديما تنذكروا هذا الملح هذا ما تنذكروش الملح العادي، هذا الملح الحجر فيه واحد السر. الملح ترطب في هذاك الماء ندير فيه السدر، ندير فيه العرعار، ندير فيه الخزامه، ندير فيه الفيجال، ثم تنرش فيه هذيك الصوره وصافي تنحرقها. ولكن حذاري تلقى شي جدول ولا تلقى شي سحر وتبولوا عليه رقم تتأذوا. وما تنساوش الاشتراك وما تنساوش البارطاج، الله يرحم الوالدين وفيدوا الناس، راه الناس تعاني في صمت.